بشأن البرلمانية الآن، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الجزائر استطاعت بما حققته من استقرار داخلي أن تلعب دورها الريادي على مستوى الدبلوماسية، والتي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للبلدان، مضيفا خلال كلمة ألقاها خلال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني تحت شعار الجزائر وإفريقيا فرص وتحديات. أكد أن الجيش الوطني يملك من رصيد محاربة الإرهاب ما يمكنه من أن يكون شريكا أساسيا في القارة السمراء وما تعرفه من أزمات. التغطية لإيمان طبيب. لقد استطاعت الجزائر بما حققته من استقرار داخلي وما وفرته من بيئة ديمقراطية أن تلعب دورها الريادي على مستوى الدبلوماسية، وهي تطرح استراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات الأمنية في إفريقيا خاصة على مستوى دول الجوار. استراتيجية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، كما تقوم على روح التعاون وتبادل التجارب، وإنها تملك من الخبرة ما يؤهلها لأن تلعب دوراً محورياً في الجيش الوطني الشعبي له من رصيد محاربة الإرهاب والتصدي للجريمة ومكافحة الآفات وعلى رأسها المخدرات والمتاجرة غير المشروعة والتهريب، رصيد يجعله قادراً أن يكون شريكاً أساسياً في القارة التي تعاني الأزمات.